السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشيني جدا والله. النهاردة هنتكلم عن محاضرة من محاضرات الالكتروثيرابي، هنتكلم فيها عن التنس او ترانس الكتريكال نيرف ستيموليشن. ترانس الكتريكال نيرف ستيموليشن او التنس، قبل ما نبدأ فيه لازم نراجع على شوية حاجات كده عشان ونعمل ريفريشمنت. الميجور اليمنتس اوف النيرف سيستم، سنترال نيرفس سيستم مكون من البرين والسباينال كورد، انتجريتيف اند كنترول سنترز، بريفرال نيرفس سيستم مكون من الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز، وهنا بيعمل كوميونيكيشن بين السينس والريست اند ذا ريست اوف ذا بودي. الافرنت او السنسوري ديفيجن، هنا السوماتيك اند الفيزرال سنسوري انر فايبرز كوندكت للامبلس فروم الريسبتور تو السي ان اس. الموتور او الافرنت ديفيجن، هنا الموتور نير فايبرز كوندكت للامبلس فروم سي ان اس تو الافكتور سواء كانت ماسلز اند جلانس. سوماتيك نيرفس سيستم، سوماتيك موتور ده فولانتري كوندكت للامبلس فروم سي ان اس تو السكيليتال ماسلز. اوتونوميك نيرفس سيستم، فيزرال موتور ده انفولانتري كوندكت للامبلس فروم سي ان اس تو كارديك ماسلز اند سموث ماسلز اند جلانس. بينقسم الى سمباثاتيك ديفيجن، ده موبلايزد للبادي سيستم ديورنج الاكتيفيتي فايت اور فلايت، انما هنا الباراسمباثيك كونزيرف الانرجي وبروموت للفانكشن ديورنج الريست. زي ما انتم شايفين النيرون بيتكون من الدندرايتس والسيل اوف بادي والاكسون والميلين شيس والتيرمينال اوف اكسون. اهم جزء في النيرف هو الدندرايتس اللي بيستقبل الاستيمولس فروم انذر نيرون، و سيل بادي ريسيف للامبلس فروم الدندرايتس اند سند الامبلس تو الاكسون اللي بينقلها الاكسون تو انذر لوكيشن. وهنا التيرمينال اوف اكسون ريليز للنيو ترانسميتر مولكيولز. وهنا السينابس بين التيرمينال اكسونز وانذر دندرايتس وانذر نير، هنا زي ما قلنا بيحصل ريليز للنيورو ترانسميتر مولكيولز فروم الاكسون تيرمينال اللي بتعمل انهبيشن او استيموليشن ريسبونس تو انذر نيرف نيورون عبر الدندرايتس بتاعته. طبعا لما بيحصل تيشو دامج بيبقى عندنا 3 اوردر نيورونز. الفيرست اوردر نيورون ده بيكون من الريسبتورز او النوسيسبتورز اللي بتعمل استيموليشن للاي دلتا فايبرز والسي فايبرز اللي بيروحوا لدورزال هورن سيل وبيحصل كروس وبيطلعوا فور سالاماس. هنا بيكون سكند اوردر نيورون من السالاماس لسوماتو سنسوري كورتكس بوست سنترال جايروس اريا 3 تو 1، ده بيكون الثيرد اوردر نيورون. زي ما انتم عارفين خدنا مصطلح قبل كده اسمه البريفيرال سنسيتايزيشن اوف البين فايبرز، وده بيحصل على مستوى اللوكال او البريفيرال. لما بيحصل تيشو دامج او انجري بيبدا افراز بعض المواد الكيميائيه زي البروستاجلاندين والبريتيكاينين والهيستامين والسبستنس بي اللي بتعمل ستيموليشن تو سي فايبرز والاي دلتا فايبرز وبيتولد فيهم الاكشن بوتنشال وبيروحوا للدورزال هورن سيل. يبقى هنا انا حصل مستوى على المستوى البريفيرال سنسيتايزيشن. الفاكتورز ليدنج تو البريفيرال سنسيتايزيشن زي ما حضراتكم شايفين البريديكاينين والبروستاجلاندين عند جي بروتين كابلد ريسبتورز، بيحصل اكتيفيشن اوف الانتراسيلولار سيجنال بروتين كاينيزز وبيحصل فوسفوريليشن اوف ترانسدكشن ريسبتورز والايون شانلز اللي بالتالي بيحصل هنا انكريز للنيورال اكتيفيتي والاكشن بوتنشال جينيريشن. ده كان في الاكيوت ستيج. في مرحلة الكرونيك ستيج هنا بيحصل حاجتين، بيحصل اللودينيا اللي هو تاتش ايفوك دبين، تاتش ايفوك دبين جاست انك تلمس المريض يحصل اللودينيا، او هايبر الجيزيا بيحصل اكسجريتد للبين. يبقى هنا حصل سنترال سنسيتايزيشن زي ما هنشوف دلوقتي. السنترال بين باس ويز، هنا الاي دلتا والسي فايبر زي ما قلنا بيروحوا عبر الدورزال روت جانجليا للدورزال هورن سيل وبيحصل كروس وبيطلعوا فوق عبر السباينو ريتيكولار تراكت تو البونز والسباينو ميزنكيفلك تراكت تو الميد برين والسباينو سلامك تراكت تو السوماتو سنسوري كورتكس اريا 3 تو 1. البيزك بين باسوايز، طبعا زي ما احنا عارفين النيرف فايبرز عندي بيكون
مايلينيتد او ان مايلينيتد. والمايلينيتد بيكون فيه لارج مايلينيتد وفيه سمول مايلينيتد. اللارج مايلينيتد اللي هو الاي الالفا موتور نيورون او والاي بيتا فايبرز. الاي بيتا فايبرز والالفا موتور هنا دول بيكونوا لارج مايلينيتد، وهنا السمول مايلينيتد هو الاي دلتا فايبرز، والان مايلينيتد بيكون السي فايبرز. طالما النيرف بيكون مايلينيتد هنا الكوندكشن بيكون اسمه سالتاتوري كوندكشن، لان زي ما احنا عارفين ان المارين شيز بيكون عازل، والسيجنال بتنتقل من وان نود اوف رانفير تو انذر نود اوف رانفير، بيحصل لها جامبنج وبتسميه سالتاتوري كوندكشن، وهنا ده بيكون التوصيل فيها اسرع من الان مايلينيتد. الان مايلينيتد نيرف فايبرز اللي هي السي فايبرز اللي بيكون فيها توصيل عبر اللوكال سيركوت كوندكشن. زي ما حضراتكم شايفين هنا البريفرال نوسي سيبتورز او البيزك سوماتو سنسوري باسوي، هنا السنسوري انفورميشن كاريد فروم البريفري تو السباينال كورد باي البرايمري سنسوري نيرف او نيرون اللي السيل بوديز ان الدورزال روت جانجليا، في الدورزال روت جانجليا، وبتروح بعد كده للدورزال هورن سيل وبتطلع فوق اسندنج باس ويز تو سوماتو سنسوري كورتكس اريا، وبعد كده بتنزل في ديسندنج باس واي تاني للسباينال كورد. مرحله السنترال سنسيتايزيشن، طالما ما فيش بين ولا في، طالما ما فيش انجري او دامج، هنا بتكون الدنيا مستسلمه وما فيش اي مشاكل خالص في السباينال كورد. والسنسوري انبوتس تمام، البيرفرال سنسور انبوت بتكون نورمال عادي خالص، فهنا على مستوى السباينال كورد مفيش اي مشاكل خالص، وبتطلع الاشارات عادي فوق البرين وتنزل ومفيش اي ريسبونس او اي اني بين. لما بيحصل انجري بيحصل بقى على مستوى السباينال كورد حاجه اسمها السنترال سنسيتايزيشن، وبيحصل اكسجيريشن في المنطقه ديت، وعبر طبعا الاستيموليشن او الاستيمولاتوري اي دلتا وسي والسي فايبرز اللي هي البين فايبرز، وبيحصل بقى ايه هنا الاشارات بتطلع فوق للبرين وبيكون في سنترال سنسيتايزيشن زي ما قلنا عبر السباينال كورد. موضوع بقى البروسيسنج اوف البين سيجنال انتو سنترال نيرفس سيستم، زي ما قلنا عند مستوى السيرد اوردر نيورون بتطلع الاشارات للثالاموس، ومن الثالاموس هنا بتبدا تتوزع توزيع تانية خالص، بيطلع منها بروجكشن للبوست سنترال جايروس عشان يدينا السنسوري اكسبيرينس او السنسوري انفورميشن، سواء كانت الكواليتي اوف بين، الانتنستي، الديوريشن، التايب اوف بين، وبيحصل بروجكشن تاني للهايبوثالاموس عشان يعمل عمليه الانالجيزيا، والبروجكشن التالت بيروح للفرونتال لوب والليمبيك سيستم عشان يدينا الايموشنال فاكتورز بتاعت البين، والبروجكشن الرابعه بتكون للميموري للتمبرال لوب عشان تديني الميموري اريا بتاعت البين. يبقى اذا الموضوع بتاع السيرد اوردر نيورون مش جاست بس سنسوري اكسبيرينس، لا ده فيه ايموشنال فاكتورز وفي كوجنيتيف فاكتورز زي ما هنعرف دلوقتي واحنا بنتكلم على البين. الفيسيولوجيكال فيزز ليدنج تو الاكسبيرينس اوف النوسيسيبتيف فين، زي ما احنا عارفين على مستوى البريفيرال بيحصل حاجه اسمها ترانسدكشن، وبعد كده بيحصل نقل لاشارات الالم عبر السنسوري نيرف الاي دلتا والسي فايبرز للسباينال كورد، وهنا دي بنسميها البريفيرال ترانسميشن، وهنا بيحصل موديوليشن على مستوى السباينال كورد والجيتنج سيستم، بعد كده بيحصل سنترال ترانسميشن تو الهاير سنترز تمام، وبعد كده بيحصل البرسبشن فوق على مستوى الكورتيكال ليفل. يبقى دول خمسه مراحل، الترانسدكشن بعدين بريفيرال ترانسميشن وبعدين الموديوليشن سنترال ترانسميشن والبرسبشن. طبعا خدنا الكلام ده بالتفصيل في الترم الاول. على مستوى البريفيرال طبعا زي ما احنا عارفين بيكون في ريسبتورز كتيره موجوده، منها ريسبتورز في المصل سواء كانت المصل سبيندل او جولجاي تندون اورجان، وعلى مستوى الجوينتس في كاينستيك ريسبتورز، على السكين في التاتش الميسينير كورباسكل، وفي البريشر الباسينير كورباسكل، وفي ريسبتور مسؤول عن البين او ان تشينج ان البين او الكولد او الوارمز، دول بسميهم الفري نيرف اندنجز.
طبعا اي دامج في التشو الريسبتورز يلقط الاشاره وبيحصل التغيرات اللي احنا قلنا عليها، وبتحصل ريليزنج للكيميكالز، وبيحصل بقى عمليه الترانسدكشن. زي ما قلنا ان الترانسدكشن هو عباره عن ايه، لما بيحصل دامج في التشو على مستوى البريفرال بيحصل افراز للكيميكال بروستاجلاندين والبي سابستانس والبريديكاينين، وهنا بيبدا يحصل بقى ايه الثريشولد اوف البين فايبرز بيعلى، فبالتالي هنا بيحصل الاكشن بوتنشال وبيحصل بريفرال سنسيتايزيشن. وهنا على مستوى البريفرال هنا انا بفضل ان انا بعمل كولد ابلكيشن عشان اقلل من سرعه من افراز المواد دي كلها، فبتحكم في الالم، وبالتالي كمان بقلل من النيرف كوندكشن فيلوسيتي بتاعت البين فايبرز، فما توصلش الاشارات بسرعه بتاعت البين. يبقى هنا كده بعمل بين موديوليشن على البريفرال سيستم او الترانسدكشن اريا. الفيزيوثيرابي طبعا في موضوع البين بنعمل حاجات كتيره، منها الاكوابانكشر، منها الاديوكيشن، المانيوال ثيرابي، الاكسرسايز، الادفايس اون اكتيفيتي مانجمنت، والالكترو ثيرابي. الالكترو ثيرابي يوزد ان تريتمنت اوف بين حاجات كتيره، منها اللو ليفل ليزر ثيرابي، الانترفيرنشال والالترا ساوند والشورت ويف والترانس كاتينيوس الكتريكال نيرف ستيموليشن اللي هو التنس اللي هو موضوع محاضرتنا النهارده. موضوع استخدام الكهرباء في علاج الالم من قديم الازل، من سنه 2500 قبل الميلاد لما بدا القضباء المصريين يستخدموا السمكه الكهرباء الكهربائيه اللي هي الالكتريك كات فيش. لما لقوها لما بتبدا تعمل ريليف للبين في حالات الجاود او الني بين. يبقى اذا الموضوع قديم خالص. هنا البين واحنا بنتكلم عليه لازم نشوف الانست بتاعه، الديوريشن كاركترستكس، الفاكتورز الليفيتنج اند اجريفيتنج ات، اسوشيتد سيمتومز، والافكت اون سليب اند المود، والكرنت اند الباست تريتمنت ريسبونس، والسايد افكت. موضوع البين كبير جدا يا جماعه، وطبعا انت او اي دكتور كلينيشن بيجي له مريض احد الساينز والسيمتومز اللي بيشكيها المريض غالبا بتكون البين. طبعا العلماء او التكست بوكس بتعتبر البين هو الفيفث فايتال ساين، الفيفث فايتال ساين بعد البراد بريشر، الهارت ريت، التمبريتشر، والريسبيراتوري ريت، والفيفث هو البين. ده من اهميته الشديده جدا. طبعا احنا بيجي لنا ناس كتيره في العياده بيشكوا من بين في الابر ترابيزيوس، في الشولدر، في السكابولا، في الجراين، في الباك ماسلز، في الساكرو الياك جوينت، في الحب. هنا انا لازم بعمل ديفرنشيشن، هل الكوز اوف بين سيستميك كوز ولا ماسكولو سكيليتال كوز. يبقى اذا هنا في البدايه لازم حضرتك تعمل ديفرنشال ديجنوزز، لان بناء على الديفرنشال ديجنوزز ده ولما تعرف الكوز اوف بين حضرتك هتعرف هل هو هيستجيب معاك للفيزيكال ثيرابي موداليتيز ولا محتاج ريفيرال لتخصص اخر. يبقى اذا لازم تعمل جود اسسمنت واكزامينشن للبيشنت عشان تحدد الكوز اوف بين من البدايه. زي ما احنا عارفين ان البين هو unpleasant sensory experience emotional associated with actual or potential tissue damage. يبقى اذا البين ما هو الا ايه؟ شعور غير سار، شعور غير جميل، شعور حسي فيسيولوجي وشعوري، تمام؟ ممكن يجي مع لما يحصل تيشو دامج وممكن يجي من غير تيشو دامج. ونخلي بالنا يا جماعة ان في نقطة مهمة، ان ممكن يحصل تيشو دامج وما يكونش فيه بين، وممكن ما يكونش فيه تيشو دامج ويكون فيه بين، وده دلالة واضحة على ان موضوع البين مش سنسوري بس، مش سنسوري اكسبيرينس بس اللي هو الانبليزنت سنسيشن، لا الموضوع اكبر من كده. الموضوع سايكولوجيكال، ممكن يكون سايكولوجيكال فاكتور او كوز، ممكن يكون ايموشنال فاكتور، تمام؟ وزي ما احنا عارفين يقول لك ايه ده جرح الحبيب، يجي يقول لك ايه ده انا خلاص عندي الم شديد، الم شديد، تيجي تكشف عليه وتشوفه ما عندوش اي مشكله خالص. النهارده هنتكلم بقى على الترانس الكتريكال نيرف ستيموليشن. زي ما قلنا التنس از ا لو فريكوانسي الكتريكال كارنت
used to stimulate the peripheral nerves using skin surface electrode, aiming to relieve the pain, so can acute pain or chronic pain. TENS is non-invasive, a non-pharmacological physical therapy modalities used to relieve the pain through stimulation of the peripheral nerve using surface electrode. يبقى إذا التنس وسيلة مهمة جدا هنقدر نستخدمها فور بين مانجمنت، سواء كان البين ده اكيوت او كرونيك، سواء كان الكوز بتاعه ده بوست اوبريتيف او فروم ديزيز. مودرن تنس ديفايس هاف فور سبيسيفيكيشن بارامترز، زي ما خدنا قبل كده في اول محاضرات لينا في الترم ده ان في بارامترز للالكترو ثيرابي. طول ما احنا عارفينها هنقدر نستخدم الوسيله المناسبه ونقدر نفعلها للمريض ونجيب النتائج وريزلت الثيرابوتيك افكت اللي احنا عايزينه عبر الفسيولوجيكال افكت اللي هنعمله بالوسيله دي. طبعا زي ما انتم شايفين ده جهاز التنس، ممكن يكون جهاز صغير جدا وتقدر تستخدمه في الهوم. ادي طالع منه الوايرز وادي الالكترود سيرفيس الكترود، ده ادهيزيف الكترود، وتبدا تظبط البارامترز هنا زي ما هنعرف دلوقتي ويعمل بين ريليف. التنس زي ما حضراتكم شايفين بيكون جهاز صغير وشكله جميل جدا، تقدر من البارامترز بتاعته تظبط الفريكونسي تخليها لو فريكونسي او هاي فريكونسي، تقدر تخلي البالس دوريشن بتاعه شورت ولونج، تقدر تخلي الباترن بتاعه موديوليتد باترن او بيرست باترن او كونتينوس باترن، تمام؟ تخلي الامبليتيود لو او هاي، ده طبعا حضرتك الالكترود السيرفيس الكترود اللي بتحطها على الاسكان. الويف فورم بتاعت التنس يا اما ريكتانجولر وده هنا بنستخدمها فور كرونيك بين، او بتكون سبايك لايك بالس وده بنستخدمها في حالات الاكيوت بين. طبعا زي ما احنا خدنا الويف فورم ممكن تكون مونوفيزيك بالس، ممكن تكون سيمتريكال باي فيزيك بالس، ممكن تكون اسيمتريكال باي فيزيك بالس، ممكن تكون سبايك لايك باي فيزيك بالس. اهم حاجه في الويف فورم ان هي تكون بالانسد عشان ما تعملش كيميكال رياكشن او كيميكال اكشن وتعملي نت تشارج زيرو. النت تشارج هنا از زيرو. السبيسيفيكيشن اوف تنس فريكونسي، عندي الفريكونسي بيكون من 1 ل 500 هرتز، والفريكونسي بيكون لو فريكونسي او هاي فريكونسي. لو فريكونسي يعني من 1 ل 20 هرتز، وبالتالي بيحصل ستيموليشن للسمول مايلينيتد نيرف فايبرز. طبعا برضو هنا بيحصل برضو ستيموليشن للمايلينيتد نيرف فايبرز الاي دلتا فايبرز، و بيحصل برضو انكريز للاندورفين برودكشن سوبرا سباينال، delayed relief of pain بنستخدمها مع chronic pain. الهاي فريكونسي هنا من 80 ل 120 stimulate للارج مايلينيتد نيرف فايبرز الاي بيتا، وهنا بيشتغل عبر الجيت كنترول سيري سباينال، و immediate relief of pain used for acute pain. يبقى هنا يا جماعه احنا بنشتغل بالفريكونسي for relieving of pain، هنا بنستخدم اللو فريكونسي من 1 ل 20 هرتز، فبنعمل ستيموليشن للبيوتيتري جلاند زي ما هنعرف دلوقتي عبر الاندوجينس اوبييت ميكانيزم، وبيحصل تويتش ماسل كونتراكشن زي ما هنعرف دلوقتي. الهاي فريكونسي هنا بتشتغل سباينال، يبقى اللو فريكونسي سوبرا سباينال ليفل، والهاي فريكونسي هنا بنشتغل على السباينال ليفل عبر الجيت كنترول سيري، طبعا خدناها قبل كده وهنقولها دلوقتي. فبنعمل استيميوليشن للاي بيتا فايبرز وبنستخدمها فور الاكيوت بين. البيرست فريكونسي اوف تنس از لو رينجينج من 1 ل 10 هرتز، ويز ان ايتش بيرست ذا نمبر اوف بالسز بير سكند رينجينج بتوين 5 تو 10 بالسز. يبقى كده احنا عرفنا كمان البيرست مود. سترينث دوريشن كيرف، سترينث دوريشن كيرف بيتكون من تو حاجتين مهمين جدا. على الهوريزونتال لاين هنا بيكون ترانسفيرز لاين، ده بيمثل لي الديوريشن البالس ديوريشن، والفيرتيكال لاين هنا ده بيمثلني بقى ايه كارنت سترينث بالملي امبير او الماجنتيود زي ما هنعرف دلوقتي. هنا زي ما قلنا في علاقه عكسيه ما بين الانتنستي وما بين البالس ديوريشن، علاقة عكسية، يعني لو الديوريشن كبيرة هنا الانتنستي هتكون قليلة، لو الانتنستي كبيرة الديوريشن هتكون قليلة.
يبقى هنا اول بارامتر، او لو انتوا فاكرين في محاضره البارامترز اول محاضرتين اللي اتكلمنا فيهم على البارامترز، اتكلمنا على المستوى اللي احنا بنتكلم عليه الانتنسيتي ليفل. زي ما قلنا اول لما بنفتح الجهاز وبنزود الانتنسيتي بالملي او بالمايكرو امبير، الجهاز ممكن او ما بيلقطش اي استجابه، ما بيحصلش مثلا ماسل كونتراكشن، ما بيحصلش اي سنسيشن. هنا اول لما بيحصل يلقط اشاره، هنا تعرف انك دخلت على السنسوري ليفل، يعني حصل ستيموليشن للاي بيتا فايبرز، ستيموليشن للاي بيتا فايبرز. هنا هيقول لك ده في تنجينج سنسيشن، في بيننج سنسيشن، يبقى هنا كده حصل ستيموليشن للاي بيتا فايبرز. طيب زود شويه الشده، عمال ازود شويه الشده، تمام. اول لما تلاقي بالبوبول اور فيزيبل ماسل كونتراكشن، تعرف انك حصل ستيموليشن للموتور ليفل، دخلت كده على ايه الموتور ليفل. عمال بقى تزود شويه في الشده لحد ما بيبدا المريض يتالم، تعرف كده انك انت دخلت على النوكشيس ليفل، يعني حصل استثاره لاعصاب الالم سواء كانت الاي دلتا فايبرز او السي فايبرز. خلاص يبقى دول الاربع مستويات المهمين اللي احنا بنشتغل بيهم. طبعا في مستوى تاني او الخامس ده الدينيرفيتد ماسل، ده موضوع تاني. احنا دلوقتي بنتكلم بقى على السبسنسوري ليفل. يبقى السبسنسوري ليفل ده هو اللي بيسبق السنسوري ليفل، يعني اول لما المريض بيشعر باستثاره بيقول لك في تنجلينج سنسيشن، في حرقان، في اي شعور من الحاجات دي كلها، تعرف انك انت استثارت هنا ايه الاي بيتا فايبرز. اما اللي قبل المستوى ده كان ايه السيلولار ليفل او السب سنسوري ليفل، وده اللي اتكلمنا عليه في الهاي فولتج زي ما قلنا عليه، سوري في المايكرو كارنت، واتكلمنا عليه ان احنا بنستخدمه في الووند هيلينج. يبقى اول حاجه لقطت هي الاي بيتا فايبرز. ليه؟ لانه لارج دايمتر، لارج دايمتر دي نقطه، والنقطه الثانيه لانه قريب من السيرفس، سكين سيرفس، قريب من السكين سيرفس، لان الاي الفا اكبر منه في الدايمتر يا جماعه. طب ليه هو ما لقطش بسرعه؟ لانه مور ديب، مور ديب. يبقى في حاجتين بيتوقف عليهم سرعه الاستثاره او حدوث الاكشن بوتنشال، ايه هي؟ ان النيرف يكون لارج دايمتر، تاني حاجه يكون قريب من السطح، البروكسيمتي بتاعته من السطح او من السكين سيرفيس. عشان كده هو اول حاجه بيبدا يحصل فيها استثاره الاي بيتا فايبرز. يبقى اذا ده كده على مستوى الانتنسيتي. البارامتر تاني اللي هو البالس ديوريشن، زي ما قلنا البالس ديوريشن بتاعه السنسوري ليفل عشان تكون ضامن انك شغال على الاي بيتا فايبرز والسنسوري ليفل، لازم يكون البالس ديوريشن ادجستد اقل من 150 مايكرو سكند، والذا بيست ديوريشن من 50 ل 80 مايكرو سكند. طيب لو انت شغال بقى على الموتور ليفل، لازم تكون البالس ديوريشن اكتر من 150 مايكرو سكند، وذا بيست ديوريشن طبعا من 300 ل 500 مايكرو سكند عشان الكروناكسي اوف الموتور نيرون. طب لو انت بقى عايز تشتغل على اعصاب الالم، قال لك عندك الاي دلتا والسي فايبرز. الاي دلتا من 200 ل 250 مايكرو سكند ممكن تقدر انك انت تعمل لهم استثاره. طب السي فايبرز، السي فايبرز بتبقى ضال ايكنج بين، هنا لازم بالس ديوريشن بتاعها فوق الواحد ملي سكند. زي السنسوري ليفل برضو، ده الحاجه الثانيه بتكون لازم الاستثاره بتاعتها وانت شغال على السنسوري ليفل، السب سنسوري ليفل سوري، هنا بيكون شغال برضو البالس ديوريشن بتاعه واحد ملي سكند. يبقى اذا هنا انا عندي علاقه عكسيه ما بين البالس ديوريشن وما بين الانتنسيتي. زي ما حضراتكم شايفين الاستثاره بتاعت الاي بيتا فايبرز الانتنسيتي بتاعتها بتكون عاليه خلاص، والبالس ديوريشن بتاعتها بتكون قليله. طيب الموتور ليفل مختلفه شويه، هنا بتكون الاستثاره بتاعتها مختلفه عن الانتنس بتاعتها، اعلى من الاي بيتا، وهنا اللونج ديوريشن عن الاي بيتا، تمام. طيب السي فايبرز زي ما انت شايف الانتنسيتي مختلفه ازاي، هنا البالس ديوريشن عاليه قوي قوي، البالس ديوريشن فوق الواحد ملي سكند، ده اكتر حاجه خلاص.
وهنا السي فايبرز مختلفة عن الاي بيتا فايبرز والالفا موتور نيرون والاي دلتا فايبرز. هنا هيفضل بقى ايه الاي دلتا زي ما حضراتكم شايفين، هو برضو مستوى للالم. شايفين الاستثناء البالس ديوريشن بتاعته كام؟ من 200 ل 250. يبقى اذا هنا زي ما انتم شايفين تقدر تستثير الاي دلتا فايبرز مع الموتور ليفل، مع الموتور ليفل. انما السي فايبرز عايز بقى ايه بالس ديوريشن اكتر من 1 ملي سكند، اكتر من 1 ملي سكند. specification of tens the pulse width or duration. زي ما انت شايف اللارج مايلينيتد نيرف فايبر ريسبوند مور افكتفلي اللي هو السنسور تاتش عند 50 مايكرو سكند. طب النورمال نيورو ماسكولار سيستم، واحد ما عندوش اي مشكله في النيورو ماسكولار اسيليتيك مثلا او هيلثي ما عندوش اي مشكله، من 100 ل 150 مايكرو سكند تقدر تشتغل على الرينج ده. سمول مايلينيتد نيرف فايبر ريسبوند مور افكتفلي، سمول مايلينيتد نيرف فايبرز ريسبوند مور افكتفلي عند 200 مايكرو سكند. طب النورولوجيكال ديز اوردر بقى، لما بيكون في حالات النورولوجيكال ديز اوردر تمام، هنا بقى بتحتاج 200 اكتر من 200 مايكرو سكند. يبقى البالس ديوريشن اللي متظبطه في الجهاز من 50 ل 500 مايكرو سكند، ده معظم اجهزه التنس. وبالتالي لو لقيت حضرتك في الجهاز ان ادجستد من 50 ل 500 مايكرو سكند في البالس ديوريشن، تعرف هنا انك انت مش هتشتغل على السي فايبرز خالص، يبقى ما فيش سي فايبرز في الاجهزه دي. انما لو الجهاز بتاعك في بعض الاجهزه بقى تلاقيه ادجستد فوق ال1 ملي سكند، لو بيوصل لل1 ملي سكند تعرف انك انت هنا تقدر تشتغل على النوكشس ليفل بتاع السي فايبرز. اتفقنا؟ specification of tense الامبليتيود اور الانتنسيتي، طبعا كل ما بتزود الانتنسيتي بيكون لي هذه الليله هنا عشان الاكوموديشن اوف النيرف فايبر، فهنا البيشنت نيد تو انكريز الانتنسيتي وين ذا بادي اكوموديتس تو ذا ستيومرز. خلاص التنس يونتس انتنسيتي رانجز فروم 1 ملي امبير تو 120 ملي امبير، ده بتكون كومفورتبل سنسيشن. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيبقى فيه تو شانلز، شانل 1 شانل 2، في زراير طبعا تقدر تعمل فيها ادجستمنت للفريكوانسي للامبليتيود للبالس ديوريشن لل زي ما انتم شايفين هنا البالس الامبليتيود ممكن تكون لو امبليتيود او هاي امبليتيود، الفريكوانسي لو فريكوانسي او هاي فريكوانسي، البالس ديوريشن شورت ديوريشن او لونج ديوريشن، المود ممكن يكون بارست كونتينوس موديوليتد. المودز اوف تنس سيرفست كان اتشيف فاريشن اوف تنس باي ادجاستنج ذا كارنت بارامترز، طبعا تقدر انك تشتغل بيهم طبعا زي ما قلنا الامبليتود كان لو او هاي، الديوريشن شورت او لونج، الباترن كونتينوس بارست موديوليتد راندوم بالسز. التنس بقى التنس انواع التنس او التنس باتر عندك اربع انواع. اول نوع الكونفنشنال هاي فريكوانسي سنسوري تنس، تاني نوع الاكوبانشر لو فريكوانسي تنس، ثالث نوع البريف انتنسيتي تنس، رابع نوع البيرست تنس. الكونفنشنال هاي فريكوانسي سنسوري تنس الفريكوانسي بتاعه من 80 ل 120 هرتز، البالس ديوريشن اقل من 150 مايكرو سكند، وبالتالي هنا بيحصل سنسوري او سب موتور تانجلينج سنسيشن. هنا البين موديوليشن عبر السباينال جيت سيري جيت كنترول سيري بيشتغل على السباينال ليفل، يعني النيرف فايبرز اللي بقدر اعمل لها استثاره هي الاي بيتا اللارج مايلينيتد نيرف فايبرز. الاونست تريتمنت دوريشن من 15 ل 30 دقيقه فور 1 اور 2 تايمز ديلي. الانست اوف انالجيا انالجيزيا رابيد تمام اقل من 30 دقيقه، الديوريشن اوف البين ريليف شورت 30 مينتس افري 2 اورز، اليوزز اكيوت والبوست اوبريتيف بين. يبقى اذا انت لما يجي لك مريض عنده اكيوت بين او بوست اوبريتيف بين تقدر تشغل بالكونفنشنال هاي فريكوانسي سنسوري تنس.
طب لما بيجي لك بقى بيشنت عنده كرونيك بين، تقدر تشغل بالاكوبانكشر لو فريكوانسي موتور تنس، اللي الفريكوانسي بتاعه هيكون من 1 ل 20 هرتز، الديوريشن بتاعته هتكون اكتر من 200 مايكرو سكند، الانتنستي على السنسوري، وبعد كده تقدر تشغل في الموتور وبيعمل لك ريزميك ماسل كونتراكشن. تمام، يبقى اذا انت مش هتجيب الموتور الا لما هتعدي على السنسوري، فبالتالي بيكون في سنسوري سنسيشن تانجلينج ومع ريزميك ماسل كونتراكشن. هنا بقى البين موديليشن هيكون سوبرا سباينال، هيكون اندوجينس اوبييت ميكانيزم. النيرف فايبر ستيموليتد هي الالفا موتور نيورون طبعا عشان تعمل تويتش ماسل كونتراكشن، وعندك اللارج مايلينيتد الاي دلتا طبعا، والسي فايبرز هنا لو الجهاز فيه طبعا انتنستي اكتر من 1 مللي سكند، بس هنا اي دلتا اكتر. تريتمنت تايم من 15 ل 30 دقيقة فور 1 تو اور 2 تايمز ديلي، ديوريشن اوف بين ريليف لونج، ممكن يدنوا من 6 ل 7 ساعات. تالت نوع هو البريف انتنسيتي، هنا الفريكونسي من 80 هاي طبعا، من 80 ل 120 هرتز، البلس ديوريشن اكتر من 150 مايكرو سكند، الانتنستي نون ريزميك ماسل كونتراكشن، هنا نون ريزميك ماسل كونتراكشن، وطبعا هو اكيد بيعدي على السنسوري برضه فبيعمل تانجلينج. هنا البين موديوليشن عبر السوبرا سباينال على سنترال ديستندنج او سنترال بايزنج سيري، النيرف فايبر ستيموليتد سنسوري موتور نوسيسيبتيف فايبرز، الاي بيتا والاي دلتا والسي فايبرز، التريتمنت تايم 15 مينت، الانست اوف انالجيزيا رابيد اكتر اقل من 30 دقيقه، الديوريشن اوف بين لونج، اليوزز بينفول بروسيجر. البيرست تانس هنا من 50 ل 100 هرتز بيرست، البالس ديوريشن من 100 ل 200 مايكرو سكند، هنا بتشتغل سترونج ريزميك ماسل كونتراكشن، النار فايبر ستيموليتد سنسوري موتور، التريتمنت تايم من 20 ل 30 دقيقه، الانست اوف انالجيزيا سلو انست، الديوريشن اوف بين ريليف لونج، بنستخدمه في الكرونيك نيورو ماسكولار بين. هنا البين طبعا نتكلم عليه شويه يا جماعه عشان نعرف اهميته. البين طبعا يا جماعه بيكون ليه كاتيجوريز، كذا كاتيجوري. البين ممكن يكون نوسيسبتيف، ممكن يكون نيروباسيك، ممكن يكون سايكوجينيك، وممكن يكون كارسينوجينيك. البين اللي هو النيوروباسيك ده بيكون دامج للنون نيورال تيشو، وبيكون يا اما سوماتيك يا اما فيزرال. سوماتيك يعني في انجري لريسبتورز، انجري في التيشوز دي، ممكن تكون السكين، ممكن يكون الماسلز، ممكن يكون التندون، ممكن يكون البون، وبالتالي هنا الريسبتورز اللي موجوده في التيشوز دي بيحصل لها استثاره. يعني ممكن حضرتك يحصل استثارة للبين نوسيسبتيف أو النوسيسبتورز نفسهم، فبالتالي هنا بيبدأ ينقل الإشارة، يبقى ده اسمه إيه؟ سوماتيك بين. زي ما خدنا في ريسبتورز مسؤولة عن البريشر زي الباسينيو كورباسكل، في ريسبتور مسؤولة عن التاتش زي الباسينيو كورباسكلز، في المصل المصل سبيندل أو جولجايتندون أورجان، وهكذا. السيرما ريسبتورز، الميكانيكال ريسبتورز، الكولد ريسبتورز. تاني نوع في النوس سيبتيف بين هو الفيزرال بين، وفيزرال بين يعني في الابدومينال، الفيزرا يعني ابدومن، فيزرا يعني الابدومن. طبعا الفيزرال بين ده بيكون ريفيرد بين، ريفيرد بين يعني بيسمع في منطقه تانية، يعني ممكن يكون البين في الشيست لكنه بيسمع في الفيزرا، خلاص. ممكن يكون البين في المايوكارديوم او الايبيكارديوم ويسمع في الفيزرا، ممكن يكون البين في الشيست برضو ويسمع في الشولدر، خلاص. يبقى اذا الموضوع مختلف شويه. الفيزرا بين بيكون موضوع كبير شويه واسبابه مختلفه، زي ما قلنا ان قال لك ايه سبب الريفيرال اوف بين ده.
سبب الريفيرال روبيل قال لك اول سبب هو الامبريولوجيكال ديفلوبمنت. طبعا اثناء الامبريولوجيكال ديفلوبمنت اوف الفيتس بتكون مثلا التيشوز كلها موجودة في الجات مثلا، يعني تلاقي التيشو بتاع الشيست هو ذا سيم تيشو اوف ذا جات او المعدة، التيشو فور المايوكارديوم او الايبيكارديوم هو ذا سيم تيشو اوف ذا جات. فبالتالي لو في مريض عنده نيمونيا او بلورايتس، الاولى المفروض ان هو يكون في الشيست البين طبعا، لكن تلاقيه عامل ريفيرال في الفيزرا، فبتبقى هنا عايز مور انفستيجيشن. طب ايه السبب؟ قال لك ان التيشو اوف ذا شيست ذا سيم تيشو اوف ذا جات، او يكون عنده ايبيكاردايتس او مايوكاردايتس وتلاقيه ريفيرد للفيزرا. ليه؟ لان التيشو اوف ذا ايبيكارديوم او المايوكارديوم هو ذا سيم تيشو اوف ذا جات. تاني سبب هو المالتي سيجمنت، مالتي سيجمنتال انرفيشن. قال لك ان طبعا زي ما احنا عارفين الاوتونوميك نيرفس سيستم بينقسم لسمباثيك وباراسمباثيك، فقال لك ان الباراسمباثيك بتاعت الفيزرا بيمشي مع السباينال نيرفز along سباينال نيرفز من فروم سي 3 ل تي 5 عبر الابدومين والشست. فبالتالي هنا بيكون في فيزرو سوماتيك كونفرجن، فلما الاشاره بتاعت البين وبيحصل بيرسبشن للبين فوق في البرين بيفتكر ان الاشاره دي جايه من السكين او الماسلز مثلا اللي بتتغذى من سي 3 ل تي 5. يبقى هنا سبب ده ايه؟ سبب اللي هو السوماتو او الفيزرو سوماتيك كونفرجن او المالتي سيجمنتال انرفيشن اللي احنا بنتكلم عليه ده. وبالتالي لما بيجي لك مريض بيشكي من بين زي ما قلنا في الجو او في الابر ترابيزز او في الشولدر او في الاسكابولا او في الجراين او في الساكرو الياك جوينت او في الهيب، لازم تعمل مور ديفرنشال ديجنوزز عشان تحدد الكوز اوف بين. هل هو فيزرال بين؟ هل هو سيستميك بين؟ هل هو ماسكولو سكيليتال بين؟ يبقى مهم جدا حضرتك. تاني نوع او تاني كاتيجوري بعد النيوروباثيك بين هو النيوروباثيك بين. النيوروباثيك بين يعني انجري او دامج فور البريفرال نيرف او سنترال نيرفس سيستم. وعندي نوعين زي ما قلنا، بريفرال نيوروباثيك وسنترال نيوروباثيك. البريفرال نيوروباثيك يعني في دامج في البريفرال نيرفس سيستم، وده بيكون موتور مانيفستيشن وسنسوري لسنسور مانيفستيشن. والسنترال نيوروباثي ده بيكون دامج للسنترال نيرفس سيستم، سواء كان سباينال كورد او البرين كورتكس او في الهاير سنترز عموما. ده زي الاستروك، زي الاستروك المالتيبل سكلروزز، الباركنسونيز، يبقى ده تاني كاتيجوري. تالت كاتيجوري هو الكارسينوجينيك بين، وده بيكون لما بيكون في مالجننت تيومر او نون مالجننت تيومر، وبيكون سيفير بين الصراحه. رابع نوع هو السايكوجينيك بين، والسايكوجينيك بين طبعا لما بيكون نون اورجانيك بين، ما فيش نوع يعني ما فيش مشكله في الاورجان تمام، او البيشنت ده راح اتعالج بالفيزيكال تريتمنت لكن ما فيش اي استجابه، فغالبا بيكون في سايكوجينيك بين، وده بيكون عايز بقى شغل تاني مختلف خالص. يبقى دول الاربعه كاتيجوريز اوف بين. زائد يا جماعه لازم نركز قوي ان البين مور سبجكتيف، يعني بتعتمد على البيشنت نفسه، ونخلي بالنا ان هو مالتي دايمنشن. مالتي دايمنشن زي ما احنا عارفين ان البين ليه كذا دايمنشن، منهم السنسوري ديسكريمينيتيف، منهم الموتيفيشنال افكتيف دايمنشن، والكوجنيتيف ايفالويتيف دايمنشن. اول نوع اللي هو او اول دايمنشن السنسوري ديسكريمينيتيف، هنا يعني السنسوري اكسبيرينس، شايف البين بتشوف اللوك السايت اوف بين، هل البين ده بيجي في حته واحده، هل بيجي في كذا حته خلاص. تاني حاجه الكواليتي اوف بين، هل البين ده ديب نامبنس، هل هو بيرنينج بين، هل هو اتشنج بين، كواليتي اوف بين عموما، الديوريشن اوف بين، قد ايه بيقعد البين تمام، الانتنستي اوف بين. والانتنستي اوف بين ده فاكتور مهم جدا احنا بنعتمد عليه حتى في العلاج، مش عايزين نتكلم فيه كتير طبعا. يبقى اذا عندي كده
السنسوري ديسكريمينيتيف. تاني حاجه الموتيفيشنال افكتيف، وهنا الانبليزنت سنسيشن اوف بين، الانبليزنت سنسوري انفورميشن بتاعت البين. ده مهم جدا، هل هو سيكنس بين، هل هو نوزيتنج بين. عندك بقى تالت حاجه الكوجنيتيف ايفالويتيف دايمنشن، وهنا ده بيعتمد على تيرمز معينه او ريليتد لتيرمز، منها الباست اكسبيرينس اوف بين عند المريض ده، الاوتكم اوف ذا بين. وهنا الموضوع ده كله بيعتمد على البيليفز والمعتقدات بتاعه البيشنت، بناء على الباست هيستوري بتاع البين عند المريض ده، او الباست اكسبيرينس بتاع الباست اكسبيرينس بتاع البين عند الريلاتيفز او الناس اللي حوالين المريض دول، وكل واحد بيدي رايه للمريض، او يعني نقدر نقول ان الكوجنيتيف دايمنشن ده ليه بوزيتيف فيدباك وليه نيجاتيف فيدباك كمان، بوزيتيف فيدباك ونيجاتيف فيدباك. يعني هندي مثال، مثلا ممكن مريض يجيله لو باك بين، ونتيجه ان هو جاله لو باك بين فعنده باست اكسبيرينس للبين اللي عنده ده، فممكن يكون بوزيتيف فيدباك على هيئه ان المريض ده لما جاله لو باك بين قبل كده وخد تريتمنت فخف بسرعه، خد علاج كام جلسه علاج طبيعي وخف بسرعه، فبالتالي بقى عنده باست اكسبيرينس جود عن البين ده. يقول لك لا لما يجي لي البين ده انا هعمل كذا وكذا بناء على الباست اكسبيرينس بتاعتي لما جالي قبل كده. او مريض تاني يكون جاله مالتي ايبيزود، اتكررت عنده اللو باك بين ده كذا مره، وكل مره بتكون اسوأ من التانيه، فبالتالي هنا بيكون عنده نيجاتيف فيدباك نتيجه الباد باست اكسبيرينس اوف بين عند المريض ده. يبقى اذا الدايمنشن دول يا جماعه بيخليك تفكر كتير قوي ان البين مش موضوع سنسوري اكسبيرينس عند البيشنت اللي هو التوجع والالم والانبليزنت سنسيشن ده، لا الموضوع ممكن يكون سايكولوجيكال ايموشنال زائد الكوجنيتيف دايمنشن الموجود ده. خلاص نرجع بقى للتنس باتر او التنس مود. الكونفنشنال فريكوانسي او كونفنشنال هاي فريكوانسي زي ما قلنا، خلاص ده بنشتغل بيه في الاكيوت بين عن طريق استيميليشن اوف اللارج دايامتر اي بيتا فايبرز، والاكوبانشر لو فريكوانسي هنا ده بيشتغل في الكرونيك بين، وهنا حضرتك بتشتغل على الموتور ليفل وبتعمل تويتش كونتراكشن او الاندوجينوس اوبييت ميكانيزم انا هعرف دلوقتي، والبريف انتنس هنا بتشتغل على السنترال بايزنج ميكانيزم عن طريق استيميليشن اوف النوكشس بين او الاي دلتا والسي فايبرز، وهنا البيرست تنس. البين مودوليشنز، طبعا احنا بنولد الكتريكال انرجي زي ما قلنا، فبيحصل بريفرال نيرف ديبولاريزيشن، فتقدر تعمل استيموليشن السنسوري او الموتور او النوسيسيبتيف بين، وبالتالي بتشتغل بقى بتعمل على الجيت سيستم او الاوبجيت سيستم وبتقفل الجيت، وبالتالي بتعمل بين مانجمنت. اول حاجه الفيسيولوجيكال افكت اوف بين، عندي اربعه سيريز للفيسيولوجيكال افكت اوف بين. اول حاجه الجيت كنترول سيري، تاني حاجه الاوبييت ميديتد كنترول سيري، تالت حاجه السنترال بايزنج ميكانيزم واللوكال فازو دايليتيشن اوف البلاد فيسلز. اول حاجه الجيت كنترول سيري زي ما انت شايف حضرتك هنا الاي دلتا فايبرز لو راحت بسرعه لما بيحصل انجري او دامج بتعمل انهبيشن للانهبيتوري انترنورون، وبالتالي بيحصل اكسايتيشن، وبالتالي السيجنالز بتوصل وتطلع فوق للهاير سنترز وبتشعر بالالم وبيحصل بيرسبشن للبين. فبالتالي انت بتبقى عايز ميكانيزم تقفل بيها بوابه الالم دي اللي احنا بنتكلم عليها، فبالتالي انت بتجيب اي وسيله تعمل بيها ستيميوليشن للاي بيتا فايبر، سواء كانت هوت ابلكيشن، هيدروثيرابي، الكتروثيرابي، تنس مثلا، او مانوال ثيرابي، وبالتالي بتحصل استيميوليشن للاي بيتا فايبرز اللي هي اسرع من الاي دلتا والسي فايبرز، فبالتالي بتوصل قبل الاي دلتا والسي فايبرز للانهبيتوري انتر نيورون. طب هي تاثيرها ايه على الانهبيتوري انتر نيورون؟ اكسايتاتوري، فبالتالي بيحصل انهبيشن للبين سيجنالز، فبالتالي بتقفل البوابه قدام الاشارات اللي جايه من الاي بيتا الاي دلتا والسي فايبرز، وبهنا بتكون عملت كلوزنج للجيت. يبقى اذا زي ما انت شايف كده انت عملت استيميليشن للاي بيتا فايبرز فوصلت بسرعه فقفلت البوابه من هنا فمنعت الاشارات تطلع
للهاير سنترز. وده الميكانيزم اللي شغال عليه conventional tense زي ما قلنا. ادي التنس اهو، ادي الاي دلتا والسي فايبرز، هاي ثريشولد افرنت امبوت النوسيسيبتور، وبالتالي لما بيحصل انجري بيوصلوا هنا للانهبيتوري انتر نورون وبيعملوا له انهبيشن وبيطلعوا فوق للهاير سنترز. فانت بتعمل تنس وتحط الالكترودز هنا وبيبدا يحصل اكتيفيشن للاي بيتا فايبرز اللي بتروح هنا للانهبيتوري انتر نورون وتعمل لها اكسايتيشن، فبتقفل بوابه الالم، فبتقفل البوابه قدام الاشارات اللي جايه من الاي دلتا والسي فايبرز، وبالتالي الاشارات ما بتطلعش فوق زائد الباراسيزيا اللي بتحصل نتيجه التنس. تاني نظريه هي الاوبييت ميديت سيري اللي هو ستيموليشن اوف الاي دلتا والسي فايبرز، وبالتالي بيحصل ريليز للبيتا اندورفين فروم البيري اكواداكتال جراي و رافي نيوكلاس ماجنس عن طريق ايه بقى؟ ريليز اوف الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون لايبوتروبين از ريليزد فروم ذا انتيريور بيوتيتري جلاند ان ريسبونس تو البين. بيحصل بقى ايه؟ بروكن داون انتو بيتا اندورفين اند كورتيكو ستيرويدز، وبالتالي بيحصل بين انالجيزيا. الميكانيزم اوف اكشن سيميلر تو انكافلين تو بلوك اسيندنج نيرف امبلس. يبقى هنا حضرتك انت عملت في النظريه دي ستيموليشن للبيوتيتوري جلاند عن طريق الستريس اللي احنا بنتكلم عليه ده، ستريس اندوسد انالجيزيا، فبالتالي هي افرزت البيتا اندورفين والدينورفين. طب هنا انت بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بقى بالفريكوانسي المنخفض اللي هو من 1 ل 20 هرتز، فبتعمل ماسل تويتش كونتراكشن فور برولونج تايم، فبالتالي مع الوقت الطويل ده بيحصل استيميشن للاي دلتا فايبرز. لو الجهاز ده ادجستد من 1 ل 500، لو ادجستد فوق ال 1 ملي سكند انت ممكن تشتغل على السي فايبرز، وبالتالي هنا انت بتبدا تشتغل ايه؟ على الاوبييت ميديتد سيري. فبيحصل استيميشن للبيوتيتري جلاند فبتفرز البيتا اندورفين والدينورفين وبيحصل انالجيزيا عبر السباينال كورد. هنا ده الاكوبانشر لايك تنس او الاي ال تنس اللي بتشتغل بيه بالبيتا اندورفين ميكانيزم. ادي هنا زي ما قلنا لما بيبقى في انجري بيحصل استيميشن للاي دلتا والسي فايبرز، فبيروح هنا فبيعملوا انهبيشن للانهبيتور انتر نورون وبالتالي بيطلعوا عبر الايه. انت هنا بتشتغل بالتنس، بتحط سيلف الكترود وبتظبطه على اكوبانشر لايك تنس، فبالتالي هنا هو بيعمل استيميشن للاي دلتا فايبرز زائد ان هو بيعمل استيميشن للاي الفا موتور نيورون وبيعمل ماسل تويتش كونتراكشن اللي مع الوقت بتعمل استيميشن للاي دلتا فايبرز زي ما قلنا. هنا برضو بتروح هنا عبر السباينال كورد وبيطلع فوق الاشاره وبيحصل استيميشن للبيوتيتوري جلاند، فبيبدا يحصل هنا ريليزنج للاندورفين وبتقفل بوابه الالم. ادي سباينال ليفل والسوبرا سباينال ليفل. سباينال ليفل هو جيت كنترول سيستم، لما بيحصل استيميشن للارج اي بيتا فايبرز فبيحصل اكزايتاتوري افكت للانهبيتوري انتر نورون فبتقفل بوابه الالم. وفي الاوبييت سيستم حضرتك هنا بتبدا تعمل استيميوليشن للاي دلتا فايبرز اللي هي النيرف او البين فايبرز، فبيحصل استيميوليشن للبيوتيتري جلاند فبالتالي بيحصل افراز للاندورفين والانكفلين. او برضو في ميكانيزم تاني ان انت بتعمل ديسندنج اندوجينس اوبييت ميكانيزم. طبعا لو انت بتشغل بقى، بس خلينا ده في السنترال بايزنج ميكانيزم هنقولها دلوقتي بالتفصيل. السنترال بايزنج سيري هنا الديسندنج نيورونز بقى ار اكتيفيتد باي ستيميوليشن اوف الاي دلتا والسي نيورونز. الكوجنيتيف بروسيس انكزايتي ديبريشن بريفيس اكسبيرينس اكسبكتيشن، هنا بيحصل ريليز للانكافلين فروم البري اكوداكتال جراي وهنا بيفرز الانكافلين اند سيروتونين. هنا يبقى الانكافلين من البري اكوداكتال جراي اند السيروتونين من الرافي نيوكليس ماجنس. الانكافلين انتر نيورونز ان اريا اوف السبستانشال جيلاتينوزا بلوكس الاي دلتا والسي فايبرز. يبقى حضرتك هنا انت اشتغلت بالسنترال بايزنج ميكانيزم عن طريق استثاره الياف الالم الاي دلتا والسي فايبرز عبر الانتنس ستيوميليشن، استثارتهم وبالتالي استثارت البري اكوداكتال جراي اللي موجوده في المظله فافرزت الانكفلين، واستثارت
الرئة في نيوكلاس ماجنس اللي موجودة في الميدل برين، فأفرزت السيروتونين، فابتدى ده كله ينزل ويعمل انهيبيتوري للانهيبيشن او يعمل اكزايتيشن للانهيبيتوري انتر نيورون، زائد ان هو بيقلل لك البي سابستانس، وبالتالي هنا بيبدا يقفل بوابه الالم برضه خلاص عبر السباينال كورد. يبقى بينزل ديسندنج باس واي. يبقى عندنا دلوقتي نظريتين ديسندنج باس واي، اللي هو الاندوجينس اوبيت ميكانيزم عبر ستريس اندوسد انالجيزيا خلاص، وعندي تاني حاجه سنترال بايزنج ميكانيزم هنا عبر الاستيوميشن اوف البري اكوادكتال جراي والرافي نيوكلاس ماجنس. ادي الانتنس تنس. في نظريه ثانيه برضه فيه، مش هو بيشتغل بس على السنترال بايزنج بس، لا ان هو بيعمل انتي دروميك فايبر اكتيفيشن. يبقى هو لما انت بتعلي قوي التنس هنا، زي ما احنا عارفين ان عندنا انتي دروميك فايبر اللي هو عكس الفسيولوجيكال باس واي، فبيحصل ان السيجنال بتروح عكس الفسيولوجيكال باس واي، وبالتالي بيحصل بلوكج مع الاي السيجنال اللي جايه من الاي دلتا وسي فايبرز. الانديكيشن اوف التنس بوست اوبريتيف بين، لو باك بين، كرونيك بين، الابدومينال سيرجري، البين افتر ابدومينال سيرجري، البين افتر ثوراسيك سيرجري، يورولوجيكال سيرجري بستخدمه في البين افتر بوست اوبريتيف بين مع الاورثوبيدك سيرجري، اوستاتريكال اند جاينيكولوجيكال سيرجري والدنتال سيرجري، نيورو ماسكولار بين، بوست تروماتيك بين، لو باك بين، نيك بين، ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس، تيمبرو مانديبولار بين، مايوفاشال بين، نوروباسيك بين، كونترا انديكيشن كاردياك بيس ميكر، اندياجنوزد بين ايبيليبسي، اوفر الفينس، اورال ارتيريال ثرومبوزيس، الكترود اكروس الشيست اوف البيشن ويز كاردياك ديزيز، الدينجرس اند بريكوشن، اريز اوف سكين اريتيشن دامج اور ليجن، اريا ويز امبيرد سنسيشن، اوفر ابدومينال لامبوساكرا اور بيرفيك ريجن دورينج بريجنانسي، تشو vulnerable to hemorrhage or hematoma, extreme caution is needed with patient taking narcotics medication. ادي الالكترود بليسمنت زي ما حضراتكم شايفين، ممكن احطها على الدرماتوم، ممكن احطها على الاكوبنشر بوين، ممكن احطها على الميتوم، ممكن بار انسجنال زي ما خدته طبعا في السكاشن، في السكاشن الاولانيه اهو درماتوم، مايوتوم، سباينال كورد سيجمنت، كورس اوف بريفرال نيرف، اكوبنكتشر بوينت، تريجر بوينت، بار انسيجن. زي ما احنا شايفين البوينتس اللي بنتحط عليها، ادي استاتيك نيرف لما واحد بيكون عنده لو باك بين او ديسكو برولابس وعنده ساتيكا، فهنا انت بتحطها على اللور لمبر اريا وبتحطها على كورس اوف استاتيك نيرف عبر الساي والكاف ماسل. ادي تنس الكترود بوزيشن. يا ريت طبعا يا شباب، معلش طبعا للظروف اللي احنا بنعملها، احنا بنحاول بس نحاكي المحاضرات اللي احنا بنعملها لحد ما نشوف صرفه طبعا ونقعد مع بعض قعده كويسه ان شاء الله. يا ريت نذاكر المحاضره دي، معلش طولت عليكم شويه بس كان لازم نربط البين بالتنس، ما ينفعش ان احنا ناخد التنس كده وخلاص، لان التنس وسيله مهمه جدا من الوسائل اللي احنا بنستخدمها في البين مانجمنت. اخر حاجه اقدر اقولها لكم ان التنس بيعتبر زي مسكن كده يا جماعه، يعني هو مش وسيله علاج فقط وخلاص، لا لازم ان انا اقدر اعملها قبل الجلسه، ممكن اعملها بعد الجلسه، انما ما اعتمدش عليه وخلاص. ما تنساش الاكتيف اكسرسايز، ما تنساش الاكتيف اكسرسايز مهم جدا، ما تنساش الثيرابيوتيك اكسرسايز. الثيرابيوتيك اكسرسايز من الوسائل المهمه جدا اللي احنا بنستخدمها مع المريض. الاكتيف ثيرابي يا شباب، الاكتيف ثيرابي ده موداليتي باسيف تقدر تعملها فور ريليفنج اوف بين كمسكن، ممكن تستخدمها قبل الجلسه، ممكن تستخدمها بعد الجلسه. المهم ما تنساش الاكتيف ثيرابي خلاص. طبعا معلش لو تقلت عليكم النهارده، يا رب اكون ضيف خفيف عليكم. طبعا انتوا وحشيني جدا، وارجع اقول لكم ربنا يحفظكم، انتوا اهم من اي حاجه، انتوا اهم من اي حاجه، انتوا اهم من اي حاجه، وحشتوني جدا والله. وبرده احنا متاخرين جدا، اشوفكم قريب ان شاء الله.